اختفاء مفاجئ وغامض لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يتبع ظهور وأحداث شغب بين الكوريتين وتبادل إطلاق النار على الحدود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبادلت قوات كوريا الجنوبية والشمالية إطلاق نار من أسلحة خفيفة على طول الحدود بين البلدين. وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان أن عدد في كوريا الجنوبية على الحدود. أما عن تطورات الأحداث في الساعات القليلة المقبلة هذا ما سنشهده وسنوفيكم بما كل هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.